السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شوية يعني أبطر مشنوق يتكلم عن حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. كل واحد عايز ينجح في الانتخابات في أوروبا يحاول يشتم في النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد حقير حقير أبطر والعياذ بالله عايز يتشهر تاني بعد ما الشهرة انفضت من حواليه، عايز يشتم في النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأي حقير وضيع هيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله لا يزيد النبي إلا رفعة وإلا عزة عليه الصلاة والسلام. أنا هتكلم عن ثلاث مواقف، لأن يا جماعة احنا بنتكلم عن حبيب الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا اللي بنزداد والله، والله احنا بنشفى بالصلاة على رسول الله. أنا بعمل المقطع ده والله بنية الاستشفاء بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا بنرزق بالصلاة على رسول الله، احنا بنرفع بالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عايز ربنا يرفعه ويجبره ويرزقه ويشفيه ويعافيه ويفرح قلبه ويجبر قطره، ما يبطلش صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبطلش كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف الدنيا من هو النبي. ثلاث مواقف سريعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاث مواقف دول يعني بتقول لك مين هو محمد عليه الصلاة والسلام. الموقف الأول في رحلة الطائف في رمضان وفي أول شوال، يموت أبو طالب في عام الحزن، يموت أبو طالب وتموت السيدة خديجة، بعده بثلاث أيام يموت السند اللي كان بره البيت للنبي ويموت السند اللي كان جوه البيت للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي في نهاية شوال يطرد من مكة، أهل مكة يجرؤوا عليه ويبدأوا يمدوا إيدهم على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يطرد من الطائف، معهوش لا مال ولا معاه دبة، يمشي من مكة يمشي للطائف 90 كيلو على رجليه، الماراثون 42 كيلو 185 متر، النبي يمشي على رجليه 90 كيلو متر عليه الصلاة والسلام، يقابل 30 قبيلة يدعوهم إلى الله، يروح الطائف يفضل يلف على بيت بيت لآخر واحد يقول له أما وجد الله غيرك ليرسله، هو ما فيش غيرك ربنا يبعته، وفي الآخر يلموا أطفال الطائف وعبيد الطائف ويمسكوا الحجارة ويجروا ورا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مطرود من الطائف بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام. النبي هو راجع ينزل عليه ملك الجبال إن شئت أطبقته عليه من الأخشبين. لحظة رهيبة، مطرود من بلده ومطرود من البلد اللي راح لها، وهو في الطريق هدخل بلدي إزاي تاني؟ طب أروح فين؟ وهو قاعد يدعو لدرجة في الآخر يلاقي غفير، غفير لبيت من البيوت اسمه عداس، غفير بيت يفضل يدعو عداس لحد ما يسلم عداس، والنبي يرفع ايده ربنا ويقول له ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، يا رب لو الاغلاق اللي في الواقع ده مش بسبب عقوبه لذنوبي انا يا رب ما يهمنيش، انا مكمل يا رب. لو الدنيا كلها اعترضت، لو الدنيا كلها وقفت في وشي، انا مكمل في دعوتك يا رب. ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، لك العتبه حتى ترضى، انا هفضل اقوم الليل لحد ما ارضيك، انا هفضل اصوم النهار لحد ما ارضيك، انا هفضل ادعو اليك ليل نهار لحد ما ترضى، ولا حول ولا قوه الا بالله. لحظة، مين اللي يستحمل ده إلا لو كان نبي من عند الله؟ مين اللي يستحمل الأذى ده؟ سيدنا محمد كان مصدق بالرسالة، آمن الرسول، أول من آمن بمحمد هو محمد، تضحياته زهده. الموقف الثاني في نهاية البعثة خالص، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من زوجاته وقعد في مشروبة صغيرة كده، حتى أوضة صغيرة كده ملحقة بالمسجد، نايم على حصير. عمر بن الخطاب يقول دخلت على رسول الله فوجدته نائما على الحصير ليس بين جنبه وبين الحصير شيء عليه الصلاة والسلام. عايزين ننور قلوبنا بالصلاة على حبيب الله محمد، ووجدت خطوط الحصير معلمة في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر يقول ونظرت فإذا يعني شيء معلق على الجدار، حتة حاجة معلقة كده فيها شوية شعير شوية أكل، حاجة بسيطة جدا بياكلها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس تحت رأسه إلا ليف، إلا جلد حشوه ليف. النبي نايم على حصيرة وتحت رأسه حتة جلدة جواها ليف، هي دي المخدة بتاعته، ومفيش أي حاجة ترد البصر في الحجرة غير حتة حاجة شنة معلقة كده لو كان فيها كسرة عيش ولا حاجة. يقول عمر فبكيت، سيدنا عمر دموع نزلت منه، وقلت يا رسول الله تنام في هذا وكسرى وقيصر ينامون على الحرير. يا رسول الله طب انت كنت بتنام كده زمان واحنا مضطهدين، الوقت يا رسول الله مكه اتفتحت، الوقت يا رسول الله الدنيا كلها بقت تحت رجليك، الوقت يا رسول الله انت بقيت حاكم للجزيره العربيه تضارع في القوه الدنيويه كسرى وقيصر وملك الصين، طب انت يا رسول الله لسه نايم النومه دي ليه؟ فقال محمد عليه الصلاه والسلام في البخاري ومسلم، فغضب النبي غضبا شديدا، النبي غضب من كلمه عمر، وقال او في شك انت يا ابن الخطاب؟ هو انت شاكك في الجنه؟ هو انت شاكك في نعيم اللي ادخره لنا لما احنا بنزهد في الدنيا؟ يا جماعه كلام نبي، ده نبي من عند الله. اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ هو ايه يعني لما نام على حصير عشان ربنا؟ ايه يعني لما جوع عشان ربنا؟ ايه يعني لما نام تحت راسي شويه ليف عشان ربنا؟ ايه يعني لما الدنيا دي كلها اسيبها وهي بين ايديا؟ اللحظه دي كان النبي من اعظم ملوك الارض يا جماعه، النبي ما كانش فقير في اللحظه دي، ولكن النبي ظل زاهدا لاخر لحظه في عمره عليه الصلاه والسلام. الموقف الثالث في موقف اصعب لحظه في حياه النبي في هزيمه احد يا جماعه، اصعب لحظه في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي فجاه الجيش من حوله يتفرق، وعبد الله بن قمئه يحفر حفره للنبي عليه الصلاه والسلام في ارض المعركه والنبي يقع فيها، وتخيل 3000 مشرك بقى هاجمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيخلد اللحظه دي في سوره ال عمران بيقول والرسول يدعوكم. النبي ما بطلش دعوه حتى في اللحظه دي، النبي عليه الصلاه والسلام ما دعاش على قومه في اللحظه دي عليه الصلاه والسلام. وعقبه بن ابي وقاص وعبد الله بن قمئه يهجموا على النبي عليه الصلاه والسلام ويكسروا يعني يكسروا يعني يفتحوا او يعملوا جرح في راس النبي وفي وجه النبي وتكسر اسنان النبي عليه الصلاه والسلام وينزف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم، وفي يعني الله سبحانه وتعالى يغيث النبي والنبي يطلع على جبل احد هو ومن تبقى معه من الصحابه. تخيلوا في اللحظه دي كده اول كلمه يقولها ايه، تخيلوا اول كلمه النبي قبل ما ينطق مع اي حد اول كلمه يقولها ايه، يقول للصحابه اصطفوا. الصحابه كلهم متقطعين اصلا، اللي نجا من المعركه دي خرج متقطع. عن طلحة بن عبيد الله النبي قال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. طلحة تقطع وهو بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صحابة أيديهم اتشلت، وفي صحابة أصيبوا يعني مشاكل في الدماغ وأصيبوا بالمأمومة نتيجة الجراح اللي حصلت فيهم، ومع ذلك طلحة ده هو اللي تقطع في المعركة، هو اللي لما النبي جه يطلع على الصخرة والنبي كان من الجراح اللي فيه مش قادر يطلع على الصخرة، جرح طلحة وطى وعمل نفسه مداس عشان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع برجليه على ظهر طلحة. الصحابة تفانوا والنبي عليه الصلاة والسلام تفانى. أول كلمة النبي قالها ايه؟ أول ما طلع على الجبل قال للصحابة اصطفوا وقفوا صفوف حتى أثني على ربي. أصل اللي حصل لنا ده مش من رب، ده مش ربنا هو اللي بيعاقبنا، ده ذنوبنا، ده ذنوبنا هي اللي خلتنا نعم. أوعى لما تبتلى ابتلاء، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أول ما حصل الابتلاء ولازم اصطفوا حتى أثني على ربي، أول حاجة ربنا سبحانه. سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت أول كلمة قالها ايه؟ لا إله إلا أنت سبحانك، أنت أكرم من أنك أنت تعمل في عبدك كده، أمال إيه اللي أنت فيه ده؟ إني كنت من الظالمين، أنا الظالم، أنا اللي أستاهل. النبي عليه الصلاة والسلام رفع إيده وقال اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقول له يا رب انت كل حاجة، انت اللي في ايدك كل حاجة يا رب، انت اكرم الاكرمين يا رب، لو حصل مشكلة دي ذنوبنا احنا وطلعت علينا نبي من عند الله. كل الادلة على صدق رسول الله اكتر من عدد حبات المطر، الأدلة على اليقين في رسول الله أكتر من عدد ورق الشجر. ربنا سبحانه وتعالى جعل الأدلة على صدق رسول الله عشان ما حدش يشك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، جعل الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتر من أن يحصيها حاصي. الإعجاز العلمي اللي في السنة، القرآن والإعجاز العلمي والبلاغي والتغيير اللي فيه، الصدق الرهيب اللي في مواقف النبي، الأخلاق المذهلة، النصرة الربانية المذهلة اللي ربنا نصر بها النبي، المدد الرباني والحفظ 20 محاولة اغتيال كلها يعدي منها عليه الصلاة والسلام بما فيها الغار بما فيها سراقة، مين اللي حفظه؟ مين اللي نصره؟ مين اللي نجاه؟ مين اللي علمه؟ مين اللي فهمه؟ مين اللي نور له قلبه؟ مين اللي أيده؟ مين اللي اداله الرجاله؟ مين اللي رفعه؟ مين اللي ما موتوش الا هو شايف عز الاسلام في الارض والجزيره العربيه كلها تحت رايه لا اله الا الله؟ مين اللي نجاه من 1000 محاوله قتل؟ مين اللي اطلق الحكمه المذهله على لسانه وهو امي؟ مين الا الله سبحانه وتعالى؟ صدق رسول الله، صدق رسول الله وصدق الله سبحانه وتعالى، ان شانئك هو الابتر. اي كلب حقير يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتدي على حبيب الله محمد هو ابطر اصلا، هيموت زي هيترمى في مزبله الدنيا والاخره زي كل اللي غيره. اي حد اعتدى على النبي عليه الصلاه والسلام اترمى في مزبله الدنيا والاخره. وسيبقى محمد وسيبقى كلام رسول الله وسيبقى النبي قدوه للدنيا كلها وسيبقى النبي امام العالم كله اعظم شخصيه في التاريخ عليه الصلاه والسلام. مش عايزين نبطل صلاه على حبيب الله، ولا عايزين نبطل نصر رسول الله، ولا عايزين نبطل كلام عن رسول الله في كل مكان، عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشفنا بالصلاة على رسول الله، اللهم صل على محمد صلاة ترضى بها عنا، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة توسع بها أرزاقنا، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تقوي بها في رضاك عزمنا، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تشفي بها أمراضنا وتعافينا بها في أبداننا ودنيانا وديننا، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تسكننا بها في جواره في الفردوس الأعلى، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تصلح بها بالنا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك وعلى أفضل رسلك وأنبيائك محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.